توحيد، ما هو التوحيد؟ توحيد اشتايت وتوحيد. قد يسألنا سائل ويقول لنا هل أنتم من أهل التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ Može neko pitati da li ste vi sljedbenici tevhida, pa šta je to tevhid? التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد je izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala sa onim što je on jedino poseban, a od toga je rububijet, gospodarstvo, ubudijet, robovanje Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova lijepa imena i svojstva. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. Rububijet je ili gospodarstvo je da izdvojiš Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim djelima. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. توحيد عبودية أو ربوبانية هي دا إزدويش الله سبحانه وتعالى و سفويم ديالما و سفويم عبادتما. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. إزدوايا الله سبحانه وتعالى و توحيد أسماء وصفات دا فيرويش دا الله سبحانه وتعالى يديني بوسيد سفرش نالبش عيمانا سفرش نصفويست. نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. Pritvrđujem Allah subhanahu wa ta'ala sve ono što je pritvrdio sebi ili pritvrdio mu njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ali izdižem Allah subhanahu wa ta'ala od toga da bude sličan kao što stvorenje. وَنَنْفِ كُلْ مَا نَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ نَفْسِهِ وَنَفَى عَنْهُ رَسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. I od Allah subhanahu wa ta'ala negiramo